السحاره ب 11 ونص عرض. هدول لك اثنين؟ تمام. السحاره 11 ونص. 11 ونص السحاره 5 كيلو، هاي البندوره ذهب مليان بحر. ها هاي الخيار الاتي. هذا بقديش اليوم؟ اليوم سويته بثلاثة ونص. امبارح كان بأربعة. هاي التفاح. هاي خبز فيه عند الأخ هنيك. وين في خس هيك هون؟ هاي الخس ها. هاي الخيار صغير، هاي خيار كبير. عمار طبعا الاتة هذا. الطيب. عمار. العنب. كل شيء موجود. هاي الملوخية اللي بده. بدال في بأربعة وفي بثلاثة وربع. في بلدنا فريكة. هاي الفستق الحلبي اللي بده. هاي التمر، التمر التونسي رح نعمل عليه عرض معلم. هدول ثلاثة، ثلاثة بخمسة عم أبو محمد، ثلاثة بخمسة من هاد. وهاد معلم هذا معلم هذا عمله بأربعة ونص اليوم. تمام؟ أربعة ونص. هلا أكتب لك أربعة ونص، التونسي بأربعة ونص. والرطب، هاي الرطب. افتح لك واحدة بالله، لا بدنا نعمل عرض عليها، افتحها. هلا حجيب. شوفها. قلبها هيك، هيك، إيد واحدة هيك كامل. أيوه. عشان يشوفوها الناس. شيل الغطا. ها. اليوم عليها عرض. شرف. شو العرض؟ أربع قطع بأربعة ونص. الأربع قطع بتسعة ونص. عادي، عادي. يلا انا بجيكم ان شاء الله.